أم قصة تترى جاءت بها البشرى. نحن في هذا البرنامج نتحدث عن نبي الله نوح شيخ الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. ما سن نوح عليه السلام يوم بعث؟ ينبغي أن نعلم أن الناس قبل نوح عليه السلام كانوا على عقيدة التوحيد. كان قومه يقال لهم بنو راسب، كما ذكر ذلك ابن جبير وغيره. فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر الصحابة من الوقوع في الشرك. شيخ الأنبياء مع الشيخ محمد بسيوني. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. الذكر فيك يطيب والقرآن